أول تغيير المصير تعزيزا لوحدة السودان. أما الحديث عن فصل الدين عن السياسة، حقيقة هذا موضوع مهم، ولا بد أن نعترف على أنه الإنقاذ في فترة الأخيرة أرادت أن تحول الصراع من صراع إلى مظالم شكى منها الإخوة في الجنوب منذ فجر الاستقلال إلى صراع ديني. نحن نؤمن على أنه لا إكراه في الدين، في ديننا الإسلامي نحن تنادينا على دستور يحترم هذا التعدد الديني، يكفل حرية الأديان وعدم استغلال الدين لتأجيج الصراعات العرقية والدينية. وده موضوع يمكن أن نتفق عليه إذا أردنا أن نحافظ على سودان موحد مستقر. لابد من أن نراعي أن السودان به أديان أخرى غير الدين الإسلامي. نعم نحن أغلبية إسلامية، ولكن متى كانت للأغلبية حق فرض عقائد ومعتقدات على الأقليات؟ لذلك نريد أن نتفق على دستور نتراضى عليه أهل السودان يراعي هذا التعدد. طيب يا أستاذ فتحي، أستاذ فتحي، هذه الملاحظات، طيب أنتم متمسكين بها للدرجة بها ممكن تفشل هذه المذكرة، ولا هي حاجة كده يعني قابلة للنقاش وكده الدرجة بتاعت ملاحظاتكم؟ يعني احنا ما عايزين تكشف لنا اسرار انتوا قلتوا شنو، ده كلام بيطلع يعني للاعلام وكده، لكن انا بقصد يعني لابد من المرونه. الا تتفق معي الان احنا مع كامل تقديرنا لدولتي المبادره الان، وانت قيادي كبير جدا في التجمع المعارض، ولا ونحن لما نقول انه الحريه ما بتتمثل في انه مشاركتك، انت زول سوداني وده سوداني.